عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة صفيناس حسون ضمن من سلسلة برنامج تعليم عن بعد المؤقت. تاريخ اليوم 13 نيسان 2021. درسنا اليوم راح يكون عن Problems 4. شو يعني Problems 4؟ يعني المسائل. نحن مثلا كنا عم نتعلم يا مس Subtraction، عم نتعلم Addition. طب ما بتجي بتقولي ليش عم نتعلم Subtraction والAddition؟ لأن هن بيساعدونا أن نحل مسائل بحياتنا. يعني ما كل ما تعلم يعني صار معنا شيء بدنا نمسك الكالكوليتر ونقعد نحسب، نوع نحن المفروض نكون نعرف نعمل Subtraction ومفروض نكون نعرف نعمل Addition. So البيان عند الفيحاء سكول جريد 2 من الصفينة سبجكت ماث. بسم الله نبدأ. So our problem هي عنا بالبوك. نحن رح يكون عنا 5 problems. أول 3 problems، أول 3 مسائل أنا رح حلهم، وآخر 2 problems أنا رح أشرحهم، بس رح أشرح الإنجليش ورح أنتوا تعملون هم كل بيت وتبعتوا لي هون. So exercise number 1، أنا عندي عندي مايا and رامي together have 96 balls. So مايا and رامي together مع بعضهم معهم 96 balls. شو يعني balls؟ يعني طابات مع بعضهم. هيدي مايا وهيدا رامي، اثنيناتهم مع بعضهم معهم 96 balls. مايا لوحدها مع 53 balls. So مايا لوحدها مع 53 balls. هنا قالوا لي مايا has 53 balls. How many balls does رامي have؟ رامي كم ball صار عنده رامي؟ إذا هن اثنين مع بعضهم مايا and رامي، هن مثل ما قالوا لي معهم 96 balls. مايا مع 53 balls، رامي كم ball فضل معه؟ طب انا بجي هون بقول انا مفروض هون اعمل subtraction addition. طب اذا انا معي هن اثنين قديش معهم؟ اثنيناتهم معهم 96، واحد فيهم معه 53. طب انا ما فيني اجي نقصهم والفرق يلي بيطلع يكون لرامي؟ بلا. سو انا بجي شو بعمل؟ اول شيء بقول الساين عندي ما حتكون بلس، راح تكون ماينس، لانه انا بدي نقص المجموع تاع البولز من واحد جروب واحد او شخص واحد قديش معه بولز لحتى اعرف الثاني قديش فضل معه. يعني فور اكزامبل انا مثلا تلميذي اثنيناتنا معنا 5 ماركرز، معنا 5 قلم. اوكي سو معنا 5 قلم، انا معي 3 قلم، كم قلم تفضل مع تلميذي؟ بعمل 5 ماينس 3 لانه نحن معنا مع بعضنا 5 قلم وانا بس معي 3، سو اللي يفضل هن 2. سو اول شيء رح بلش هون، نرجع هيدا الاكزامبل، رح احط الساين يلي هي رح تكون ماينس، رح احط التوتال يلي هو المجموع يلي هو 96 بول 96 ماينس يلي مع البولز يلي معي هون مايا يلي هن 53. طيب كالعادة أنا ما بعرف أنا نقصهم هيك ولا فيني ولا ممكن نقصهم هيك، سو شو بيجي بعمل عجنب؟ بعمل operation، بكتب 96-53، ما بنسى الساين. أوكي سو رح بلش إني أنا أعمل subtraction للوانز مع الوانز. سو 6-3 إذا أنا معي 6، اوكي معي 6، بدي نقص منهم 3 1 2 3، قديش فضل معي؟ فضل معي 3. سو الانسر هون هو 3. كمان هلا خلصت من الوانز بدي اجي على التنز، عندي 5 ماينس 9 ماينس 5، سو بحط 9 على ايدي هون 9، بدي نقص منهم 5 1 2 3 4 5، فضل معي بس 4. سو الانسر اللي رح حطه هون تاع التنز رح يكون هو 4. سو 9 ماينس 4 5 هي 4. سو الفاينل انسر لل 96 ماينس 53 هو 43. سو
يعني انا بعرف انه هن اثنين معهم 96 بولز، وبعرف انه بس مايا لوحده مع 53 بولز. قديش فضل معه رامي بعمل التوتال المجموع قديش هن اثنيناتهم معهم ماينس يلي معي هون مايا اللي هن 53 بيطلع معي الفاينل انسر اللي هو 43 بولز. سو يعني هيدا المجموع، هاي دول يلي معي هون مايا، هيدا شو؟ هاي دول البولز يلي فضلوا لرامي، هول البولز تاعون رامي. سو رامي هاز قديش فضل معه رامي المجموع؟ اكيد لا. تاعون مايا؟ اكيد لا. سو الانسر النهائي اللي انا طلعته لحتى طلع قديش معه رامي، سو رامي هاز 43 بولز. اوكي سو كثير هين هذا الاكزامبل، كثير واضح، رح اعيده بشكل سريع. معي مايا اند رامي توجذر مع بعضهم معهم 96 بولز، اثنيناتهم مع بعضهم معهم 96 بولز. مايا لوحده مع 53 بولز، قديش فضلوا لرامي؟ بعمل التوتال المجموع بنقص يلي معي هون مايا لحتى اعرف قديش فضل مع رامي او قديش فضلوا لرامي. وما بنسى انا حط قديش هو فضل معه اخر شيء اللي هن 43 بولز. سو رح ننتقل على الاكسرسايز يلي بعده. الاكسرسايز يلي بعده رح نرجع كمان رح نشرحه، نشرح الانجليش تاعه يعني كل الوردز، ورح نحن نرجع نحله. اكسرسايز نمبر 2، اكسرسايز نمبر 2 لايك المسألة عندي هون، هون المفروض حط رقم الساين رقم والجواب، هون الجواب اللي بيطلع معي هون رح حطه هون، بس ما دايما يعني معقول اوقات يسألوني شيء تاني. Okay, so there are 76 students on the playground. أنا عندي 76 طالب بالبلايجراوند. إذا بتتذكروا إحنا البلايجراوند كنا عطول نتذكر البلايجراوند هي معناتها الملعب. So أنا عندي 76 طالب بالملعب. Okay, and بحط شحطة تحت النمبرز مشان انا ماضي يكون انا بعرف الجيفن شو هو او بعرف الارقام يلي رح استعملهم شو هن. اوكي 42 of them are girls، يعني 42 منهم هن بنات. How many boys are there on the playground؟ كم صبي عندي بالبلايجراوند؟ طيب إذا بجي أنا رح أوضحها ورح أفسرها بالعربي، أنا بهيدا الملعب، أوكي؟ عندي 76 student، كل هول التلاميذ بالملعب، أوكي؟ 42 منهم 42 of them are girls، so قديش فضل عندي boys؟ يعني أكيد اللي بالملعب رح يكونوا صبيان ورح يكونوا بنات. رح يكونوا صبيان ورح يكونوا بنات. إذا أنا معي عدد البنات بقدر طلع عدد الصبيان؟ طبعاً فيني طلع عدد الصبيان لأنه أنا معي مجموع الستودنتس كلياتهم ومعي قديش في جيرلز، صار يلي فضلوا منهم أكيد بس رح يكونوا هن البويز لأنه البلاي جراوند برجع بعيد في بقلبه جيرلز وفي بقلبه بويز. سو بيجي أنا عندي 76 وعندي 42 girls. التوتال شو هو التوتال؟ انا ببلش بالرقم الكبير لانه طبعا انا ما فيني حط الرقم الصغير ونقص منه، بدي حط الرقم الكبير، بدي حط التوتال، بدي حط المجموع. اوكي سو قديش مجموع الطلاب عندي يلي بالملعب؟ 76. اوكي 76 ماشيين لهون. طيب الساين شو راح تكون؟ انا لحتى اعرف قديش عندي في بويز بالبلاي جراوند بدي زيد الجيرلز عليهم ولا بدي نقص الجيرلز منهم؟ طبعا بدي نقص البنات من البلاي جراوند لحتى يفضلوا بس صبيان وبصير انا اعرف قديش عددهم. سو راح اعمل سبتراكشن، يعني الساين هون راح تكون ماينس. اوكي
شو رح نقص؟ قلنا قلنا بدنا نشيل منهم الجيرلز يلي هن 42. اوكي 42، سو حطيت التوتال ماينس الجيرلز. رح يفضل عندي هون البويز، حطيت التوتال نقصت منهم البنات، رح يفضل عندي الصبيان، بس الصبيان. اوكي سو انا بقدر نقصها هيك؟ نو. سو انا شو بعمل؟ بحط الاوبريشن على جنب. 76 ماينس ما بنسى الساين 42. اوكي سو عندي اول شيء ببلش بال 1s، عندي 6 ماينس 2، سو انا عندي 6 بدي نقص منها قديش؟ 2. 1 2 قديش فضل عندي؟ فضل عندي 4، سو رح احط هون 4. اللي بعده بدي بلش هلا بجهه التانس، خلصت الوانز بدي بلش بجهه التانس. سو انا هون بالتانس عندي 7 ماينس 4، بحط 7 على ايدي بدي نقص منها 4. 1 2 3 4، سو قديش فضل عندي؟ فضل عندي 3، سو الجواب هون رح يكون هو 3. اوكي سو الانسر هون اللي طلع رح حطه هون. طب شو هو هيدا الانسر؟ برجع بعيد، هو النمبر، عدد الصبيان يلي فضلوا عندي بالبلاي جراوند بالملعب. سو انا جيت هون حطيت مجموع الصبيان والبنات مع بعضهم يلي بالملعب، نقصت منهم البنات، عدد البنات لحتى طلع عندي عدد الصبيان. اوكي سو 76 ماينس 42 ايكوال 34. سو there are boys on the playground، يعني بدهم عدد البويز. شو راح اكتب؟ 34. There are 34 boys on the playground. بنتقل على الاكزامبل يلي بعده. هن بسيطين كثير، نحن بس فينا يعني نركز فيهم شوي ودغري رح نعرف نحلهم. بس منترجم الحكي للاوبريشن هونيك منحلها ونرجع نحطهم هون. So example exercise number 3، لنشوف شو عندي exercise number 3. exercise number 3 عم يقول لي حسام اند رمزي شير ا باج اوف كانديز، يعني عندي الفئين حسام ورمزي. حسام ورمزي اثنيناتهم مع بعضهم معهم كيس حلويات او كيس نحن بنسميه بونبون. اوكي سو معهم اثنيناتهم كيس حلويات، هذا الكيس في بقلبه 85 كانديز. قديش بقلبه كانديز؟ يعني معهم كثير اثنيناتهم، معهم 85 كانديز اثنيناتهم حسام ورمزي، اثنيناتهم هيدي الباج لالهم. طيب حسام تيكس 63 كانديز، طب مين حسام؟ اخذ ثلاث ارباعهم 63 كانديز. سو هن حسام ورمزي اثنيناتهم معهم 85 كانديز، حسام لوحده اخذ 63 كانديز. اوكي وات از رمزي's شير؟ شو هي حصه رمزي؟ طيب اذا حسام ورمزي اثنيناتهم عندهم 85 كانديز وحسام اجى اخذ من الكيس 63 كانديز، قديش فضل رمزي؟ شو هي حصه رمزي؟ اوكي سو انا معي لنفترض برجع بشرح او برجع بوضح اكثر، عندي كيس كانديز، هذا الكيس لشخصين قلبه 85 كانديز، اجى حسام اخذ منه 63 كانديز، بدي اشوف اللي فضلوا، يلي فضلوا رح اعطيهم انا لرمزي، ما فيني اعمل له غير هيك صح؟ سو انا بجي هون بحط التوتل يلي هو 85 كانديز، هيدا التوتل، هدول كل الكانديز اللي بالكيس ماينس 63. ليش حطيت ماينس 63؟ لانه اجى حسام اخذ من هيدا الكيس 63. سو بدي اعرف يلي فضلوا هون هن رح ياخذهم مين؟ رمزي، يعني هن رح يكونوا حصه رمزي. سو بكتب عن جنب 85 ماينس 63. سو بيجي 5، رح شيل منها 5 ماينس 3، الانسر رح يطلع
2 و 8 minus 6 الانسر راح يطلع 2. So الفاينل انسر او الجواب النهائي راح يطلع عندي هون هو 22. So اذا انا بدي اجي ترجم هول الارقام لحفظ بقول كان معهم كيس بقلبه حلويات 85 اوكي نقصوا منه او اخذ منه حسام لحاله 63 قديش رح يفضل لرمزي؟ رمزي رح يفضل له 22 كانديز. هيدي هي حصه رمزي وهيدي هي حصه حسام. So رمزي's share is هالقد كانديز. حصه رمزي هي 22 كانديز. اوكي سو هول هن الثلاثه اكسرسايز اللي احنا حليناهم. المفروض انتم تعملوا لهم كوبي وتحلوهم لحالكم، يعني تجربوا فيهم لحالكم بعدين تعملوا لهم كوبي. وراح نبلش هلا نشرح الهوم وورك، بس ما راح حلو، راح تحلوه انتم بالبيت وتبعتوا لي اياه مثل ما حكيت باول الفيديو. سو بيجي انا على اكسرسايز نمبر 4. عندي نور اند داليدا توجذر هاف 87 postcards. So نور وداليدا رفقة، نور وداليدا اثنيناتهم معهم 87 postcards. postcards هن الرسائل البريدية أو الطبعة البريدية. نحن خلص خلينا نسميهم إنه هن معهم بطاقات، يعني ما معهم بطاقات. شو نور وداليدا اثنيناتهم، نور وداليدا اثنيناتهم معهم 87 postcards. اثنيناتهم معهم 87 postcards. داليدا لحالها مع 43. هول لداليدا اوكي مع 43 اوكي. سو داليدا لحالها مع 43. How many postcards does نور have؟ هيدي نور اوكي. سو نور شو معها؟ قديش مع نور؟ برجع بعيد. سو انا عندي نور وداليدا اثنيناتهم مع بعضهم معهم 87 postcards. داليدا لحالها مع 43 postcards. قديش فضل postcards لنور؟ المفروض انا هالعملية انتوا تعملوها لحالكم بالبيت، وطبعا تبعتوا لي الهوم ورك. هيدا اول اكسرسايز اللي شرحناه. اذا حد عنده سؤال عنه عن انجلش اي شيء فيه يسالني. اكسرسايز نمبر 5 كمان رح نشرحه كرمال تقدروا تحلوه بالبيت وما يكون تقدروا انه تواجهوا اي مشاكل. سو اكسرسايز نمبر 5 on a tree على شجره عندي 58 gold and silver balls. سو على شجره انا عندي 58، عندي هول 58 طابات رح يكونوا منهم لونهم فضي ومنهم رح يكون لونهم ذهبي. ما يعني انا هن ممكن يعطوني الطابات الذهبيه يقولوا لي طلعي الفضيه، ممكن يعطوني عدد الطابات الفضيه ويقولوا لي طلعي الذهبيه. سو هذا الشيء هن اتس اب تو ذم، بيرجع لهم. سو قالوا لي عندي انا على التري على الشجره عندي 58 مجموع الطابات كله هو 58 بولز جولد وسيلفر، ذهبيين وفضيين مع فضيين مع بعضهم. So there are 36 gold balls. يعني انا عندي 36 طابة ذهبية، عندي 36 طابة ذهبية. How many silver balls are there؟ كم طابة فضية عندي؟ gold balls يعني ذهبيين، silver balls يعني فضيين. اوكي سو انا رح اكتب نفس الرسمة، رح اكتب 58، هن كل البولز هن 58 اوكي. سو انا بجي هون عندي silver balls وعندي gold balls اوكي. سو عندي انا النمبر تاع السيلفر بولز؟ نو ما عندي، انا بدي طلعه. عندي النمبر تاع الجولد بولز؟ يس عندي، اللي هو 36. سو انا المفروض انتم تحلوها بالبيت لحتى تعرفوا شو هو الجواب تاع السيلفر بولز. نعمل هيدي وطبعا نعمل اوبريشن على جنب. الانسر اللي بيطلع معنا بنكتبه هون، واخر شيء بنكتب ذير ار هالقد الرقم اللي بيطلع معكم سيلفر بولز. Thank you for your time. ما تنسوا تبعتوا لي بس الهوم وورك اكسرسايز 4 و 5 اوكي. و I'll be waiting. واذا عندكم اي questions فيكم تسالوني.